فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أفتى أحد الذين يظهرون على القنوات الفضائية أن التوسل والاستغاثة والاستعانة بالأولياء والصالحين الأموات أن هذا جائز بل فيه أجر عظيم. سؤاله: هذا منهم من عبدة القبور اللي يجيز هذه الأمور، هذا منهم. لا تستغرب أنه يظهر في القناة منهم أحد من دعاة القبورية، لا تستغرب هذا. ما يقول هذا إنسان عالم يخاف الله ويتقيه. نعم.